بهذا الفيديو رح نفرجيكم مجموعة حيل وأسرار بإنستغرام ممكن ما كنتوا تعرفوها من قبل. تابعونا. تعالوا نغير على إنستغرام شكل البايو. ندخل ببساطة على الجوجل، بنكتب موقع igfont.io وبنكبس على بحث. ندخل على الموقع، راح أعمل لصق للجملة التالية. بتلاحظ أن الموقع بيتيح لك عدة من الخطوط بأشكال مختلفة. راح أختار هذا الخط على سبيل المثال، نسخ، برجع على الانستغرام، تعديل البروفايل، بدخل على البايو وببساطة بعمل لصق. نضغط على تم. اعمل قصة رائعة على الانستغرام، اختار منشور من المنشورات، اضغط على شكل الطائرة الورقية وضيف المنشور لقطتك. قم بعمل سكرين شوت، قم بقص السكرين شوت بالشكل المطلوب ثم الحفظ في ألبوم الصور. قم بتكبير صورة السكرين شوت واضغط على أيقونة الملصق واختار صورة من الألبوم. على سبيل المثال راح اختار صورة القمر. كبر الصورة قد ما تقدر على حجم الشاشة، اضغط على أيقونة الملصق مرة ثانية واختار الصورة مثل السكرين شوت. وهيك عنا قصة رائعة على الانستغرام. أكيد كلنا شفنا مستخدمين التيك توك هو عم بشرح بإصبعه وراه خلفية جميلة. تعالوا نجرب مع بعض. قم بالبحث على تأثير، ابحث على جرين سكرين، انستغرام بوفر لك عدد من الخلفيات الخضراء الجميلة. اختار هاي الخلفية على سبيل المثال، قم بحفظ التأثير، ارجع على الستوريز وقم بإضافة وسائط. راح اختار هاي الخلفية على سبيل المثال وهيك بصير شكلي زي التيك توكرز. هاي الخاصية لمستخدمي الانستغرام اللي عندهم اكثر من حساب. بدل ما تضل ضاغط على صورة البروفايل وبعدين تختار الحساب الخاص فيك، تقدر بكل بساطة تضغط مرتين على صورة الحساب في الأسفل لليمين وراح تقدر تنقل بين حساباتك الشخصية بكل بساطة وسلاسة. إذا عمره خطر في بالك كيف ممكن أمسح متابع على الانستغرام من دون ما أعمل له بلوك، بكل بساطة اضغط على المتابعين في أعلى الشاشة، اختار الشخص اللي بترغب في عدم متابعته وفي كل بساطة unfollow عدم متابعة. بتقدر على الانستغرام قراءة أي رسالة بدون ما يشوف الطرف الآخر أنك قرأتها. بكل بساطة رح نضغط على الخطوط الثلاث الموجودة فيها على الشاشة، إعدادات، خصوصية، رح ننزل لتحت على الحسابات المقيدة، نضغط على الاستمرار ورح نبحث على الحساب اللي بعث الرسالة. رح تلاحظ انه الرسائل انتقلت الى الطلبات الموجودة في قسم الرسائل هون، والحساب انتقل الى قسم الحسابات المقيدة. واذا بتضغط على الرسالة تقدر تقرأ الرسالة وما رح يظهر للطرف الاخر انك قرأت الرسالة. بتقدر بكل بساطة اضافة اي سؤال بخطر في بالك على الانستغرام، اضغط على ايقونة الملصق، اختار ما لديك، انقر على شكل النرد ورح يطلع لك اسئلة مختلفة، ذكرياتك، اكلك المفضل، حيوانك الغريب الى اخره. اختار السؤال الذي لديك، على سبيل المثال راح اكتب اضغط على تم. هاي خاصية جديدة عرضت فيها على الانستغرام، بننقل على الاسهم على الشاشة، تنتقل الخصائص من اليمين للشمال وبالعكس.